السلام عليكم. من الحاجات الجديدة في أسكواد 2021 إن لو حصل تعديل في الإكسريف بيبدأ يجيب لي رسالة يقول لي الروت فلور بلان سامبلز ويعمل لي كومبير. الجديد موضوع الكومبير يقارن بين اللي كان موجود قبل كده والتعديلات اللي حصلت. فلو شلت العلامة ديت ودوست الروت هيعمل الروت من غير ما يديني مقارنة، بس أنا عايز أعمل مقارنة فبقول له الروتس، فبيبدأ يجيب لي التعديلات بالشكل ده، بيبدأ يجيب لي لورين للحاجة اللي كانت موجودة قبل كده والحاجة اللي اتعدلت بالشكل ده. تمام، وتقدر تتنقل بينهم بالشكل دوت، فتقدر تعرف ايه هي التعديلات، وتقدر يعني اذا كنت موافق عليها او تتكلم مع اللي عمل التعديلات. مثلا انت شغال انشائي والتعديلات معمارية، فتقدر تتكلم مع المهندس المعماري وتعرف ان ليه عدل الحاجة دي. فدي بتبقى مهمة ان هو تقدر تعمل الريلود الاكسريف، بس انت مش عارف ايه التعديلات اللي حصلت دلوقتي. بقى عندك الامكانيه انك تعرف التعديلات وتناقشها.